نرجع معكم مشاهدينا وبلقائنا التالي رح نتابع حتى نتعرف أكثر على موضوع جديد بهم الكتار، نعرف تحديات بالحياة قد ايه ممكن توصلنا، حتى نعرف قيمة اللي عنا، بنفس الوقت نعرف كتير منيح قد ايه فينا نتخطى مصاعب. المثال الأكبر على هذا الموضوع رح يكون مايكل حداد بريكينج بيريز، حتى نحكي عن موضوع كتير بهم ونعرف حالتك هلا ونعرف قد ايه تخطيت هيدي الحالة وين رح تصير وشو هدفك بالأساس. كمان رح تكون معنا مدام سهيلة إدريس، حضرتك أمينة علاقات الدولية لحملة الأزرق الكبير، ومنعرف كمان دورك بالموضوع يلي هو رح يمشي فيه، رح يمشي بالأرزة مايكل لمدة 3 أيام. مسيو رياض كيروس، حضرتك رئيس لجنة أصدقاء غيبة الأرز ببشري، كمان منرحب فيك وأهلا وسهلا فيكم. بداية مايكل خلينا نشرح حالتك بحد ذاتها للمشاهدين، قد ايه هي صعبه، قد ايه تخطيتها وقد ايه بطلت صعبه. يمكن صعبه قلنا نستوعب بس لك صارت كثير هينه. اول شيء بونجور وميرسي لانكم استقبلتونا هون، عنجد ثانك يو سو ماتش. انا صار معي حادث، انا عمري 6 سنين، صار معي اصابه بالنخاع الشوكي على الفقره الرابعه والخامسه، يعني انا خسرت فيه 75% من ادراج جسمي، يعني انا مشلول فروم ذا تشست داون، يعني من الصدر ونازل. وعيت على حالي انه كل العالم عم تقلي انه هذا وضعك وانت هون خلص انتهت الحياة، مزروب وعلقان بكرسي ويمكن بأوضة وما في تطلع بقى لورا. ما قبلت هذا الواقع وقررت انه اشتغل على حالي وغير حالي وغير وتو انسباير يعني all the people حوالي، يعني كل العالم لحد خليهم يبرهنهم انه لا، الانسان هو انسان، قدرته وطاقته بالحياة هي نقطة ارتكازه وعزيمته. اشتغلت على حالي، ما استسلمت، لبت كتير ووقفت كتير، وهلأ انا عم بستعمل from disability ability، يعني من الضعف قوة، عم بمشي مش بس بجبال، عم بمشي ببشري. يعني تلك السنة مشيت operation مع operation بجبلو مشان الشط، ومشينا مع 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 غابة ارز، الارز ببشري 5000 خطوة مشان 5000 ارزة. السنة عم ناخد التحدي الكبير، يمكن يكون اول احد بالعالم بحالتي بيعملها، رح امشي 19 حوالي 20 كيلومتر، يعني 19 بين 19 و20 كيلومتر من بشري لتنورين، رح احمل الارزه وامشي فيها كرمال باتريوتيزم، لان الارزه هي رمزنا، هي اكثر شيء بحبه، هي بحب لبنان، عرفتي؟ وهي نقطه ارتكاز الشخص اللبناني، هي بتحكيكي عن المواطنيه، هي بتحكيكي عن الخضار، هي بتحكيكي عن كل شيء. من وين رح تاخذها للأرزة؟ رح اخذها من بشري، من بشري امشي فيها اول دواء 3 ايام تنورين كرمال يعني حطها. هلا خبرنا مسيو كيروز، حضرتك رح تعطي هالأرزة حتى يكون حاملها مايكل لمدة 3 ايام، رمزية الأرزة اهميتها واهمية انه التحدي الكبير يلي رح يقوم فيه مايكل حامل الأرزة، يعني قد ايه كمان هالإيمج رح تكون وهالصورة قد ايه رح نعطيها كمان قوة ورح تعطي قوة اكبر للأرزة وللبنان. نحن لجنة أصدقاء غابة الأرز، بس تعطيكي فكرة، تأسست سنة 1985، وكانت الغابة مريضة كتير، وعملنا شغل صرنا 28 سنة عم نشتغل، والحمد لله ربنا ساعد، لأنه كنا عم نجرب نتدين من العالم مصاري مش انت نحسن الوضع. هلا صارت الناس عم تركض كلها لعنا بدهم يزرعوا ارز، صرنا زارعين 100,000 وشوي ارزي. عندنا مشتل عم ينتج هلا كل سنه تقريبا شيء بين 80 و 110,000 ارزي، وهلا عم نحسن اوضاعنا بعد زياده، عم نتعاون مع كل المؤسسات المانحه وهيك. هلا بالنسبه لمايكل، الارز هو رمز الصمود، ومايكل هو رمز الصمود بالنسبه لهالموضوع هذا. مايكل بي عنده هالديترميناسيون، هال ما بعرف شو الاصرار انه عنده مهمه بده يكملها. وانا بشجع كل إنسان بيقدر يعمل مثل مايكل على طريقته الخاصة، مشان تنرجع نقدر نبني هالوطن، لأنه هذا الوطن، هذا وطن عزيز على قلبنا، والأرز هي رمز الخلود وهي أرز الرب، نحن بنسميها أرز الرب، وهذه هي رمز لبنان بحد ذاته، هي رمز لبنان بحد ذاته.
حملة الأزرق الكبير، خبرينا أكثر كمان دوركم سهيلة بهذا المشروع، رح تكونوا بتنورين ورح تتابعوا كمان التراك يلي رح يمشي مايكل، خبرينا كمان عن أهميته. صحيح، نحن حنكون فريق كمان من قبل حملة الأزرق الكبير، حنواكب مايكل بهالثلاث أيام. الشيء القاسم المشترك بينه وبين مايكل مثل ما تفضل قال مش هون، انه في الرمز الصمود. نحن صرنا 18 سنة عم نشتغل، ما زهقنا مع انه اوضاع صعبة. مايكل نفس الشيء، ما بيزهق، بيقوم وبينزل وبيقعد، نفس الفكرة. مايكل عم بجرب يغير فكرة انه الانسان المعوق جسديا مش معوق فكريا، في يكون مطرح ما بده وين ما كان وفي ينتج. نفس الشيء نحن بدنا نغير هالفكر اللي بعدنا منكب ومنوسخ ومعلي شيء والبيئة آخر همنا. لا، البيئة مهمة جدا. نحن صحيح اختصاصنا المياه الشواطئ والأنهر، بس كمان نحن جمعية حملة الأزرق الكبير من مؤسسين أكبر تجمع بيئي للجمعيات البيئية بلبنان، اللبنان إيكو موفمنت. سو نحن واجباتنا بكل المناطق كرامة هالبيئة يلي فعلا فعلا بخطر كبير بلبنان. تنورين، ليش تنورين؟ لأنه نحن مع مايكل لما بيوصل مع الأرزة، المبدأ أنه نعلن تنورين أول First Eco Label Village بلبنان. ليش تنورين؟ تنورين بعد منطقة فينا نقول فيارج أكثر من غيرها، بعد بيور، بعد التقدم العمراني البشع، البطون ما لحقها بعد زيادة، بعد عندها الطابع اللبناني الحلو وعندها potential كتير قوي لتكون Eco Label Village. طبعا مش هنوقف هون، نحن شغل سنتين مع بلدية تنورين، و يعني ممنونينه لمسيو منير طرباي، لأنه فعلا شخص مثل كتير مثله بلبنان يعني عم بيحطوا إيدهم للبلد. فمنبلش بتنورين مشروع سنتين، وطبعا حيلحقوا نلحق باقي الضياع الموجودة بلبنان. يعطيكم العافية. رح نشوف فيلم صغير نحن ونرجع كمان هيك نرجع لكم ونحكي عن تراك يلي رح يمشي مايكل، منشوف سوا. يا رفاقي الموجودين معي ومعنا اليوم، يسعد صباحكم. يلي ما بيعرفني، اسمي مايكل حداد، لبناني من عمت الياس. أنا واحد من 250 ألف شخص بلبنان بيعانوا من إعاقة جسدية، أي واحد من 7% من مجموع عدد سكان لبنان. أنا بهالبحر تعرضت لحادث، صار معي شلل وخسرت 75% من قدرات جسمي الحركية. أنا اليوم وبعد 26 سنة مسابرة عم عيش الحلم، الحلم أن يكون لبناني فعال بالمجتمع مثلكم ومثل أي شخص بيحمل الهوية اللبنانية. حلم بشاركني فيه 7% من الشعب اللبناني، وأنا بعرف إنه هيدا اليوم هو الخطوة الأولى لتشجيع المجتمع لإعادة دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالحياة التنموية الطبيعية. العالم قالت لي مش وقتك هلأ يا مايكل، هيدي أيام مش أيامك، أنت والمئتين وخمسين ألف شخص غيرك مش وقتكم، عود على جنب، فارج بتعالج، هاجي تتعذب حامل جسمك و15 كيلو فوقهم لمشيك. إذا أنا اليوم مش وقتي، وقت شو لكان؟ وقت النائب النفس؟ وقت 8 و14؟ وقت السلاح؟ وقت الطائفية؟ وقت تشكيل الحكومة؟ ياما وقت التمديد بالفشل؟ نحن بهالمرحلة من تاريخ الوطن علينا مسؤولية قبلناها على نفسنا، إنه نرجع نبني لبنان يلي منحلم فيه، لبنان يلي بدنا أولادنا يخلقوا فيه. أنا مايكل حداد من هالموقع ومن هالتاريخ قدام الله والوطن عم بقوم بأول خطوة. بأعضاء بلدية جوني مشينا اليوم سوا لأنكم حققتوا لنا حلم، أهلتوا لنا هالشارع تيكون ملاذ لكل واحد عنده احتياجات خاصة. وإذا هلا واقف اليوم قدامكم
لاني الف مره قبل هلا البين على الارض وراجع واقف لا استسلمت ولا يئست ورح ضلني امشي معكم ولو ما تقلب بعد 15,000 مره تيضل الحلقه هلا. تيبقى لبنان رمز شامخ بجباله الخضرة لألوف السنين. أنا اليوم هون معكن رح لم آخر ورقة من على هالشط وبوعدكن إنه قبل آخر النهار رح تنسوا إنه أنا بلا إجرين. تخيلوا انتو الواقفين على اجريكم شو فيكم تعمل. هالابتسامة يلي عم تشوفوها على وجه مايكل وحده كفيلة انه تقول ما في وجع وانه فينا نتخطى كل شيء. يعطيك الف عافية يا مايكل. بس هون بدنا نسأل مسيو كيروز عن كمان زراعة كذا شجرة، خبرنا اكتر عن هالموضوع يلي هو هدف من اهداف مايكل، مش بس انه يمشي ويبرهن انه هو قادر يمشي كل هالباركور. نحن قررنا بلجنة أصدقاء غابة الأرز بالاتفاق مع أحد المانحين اللي هو عم بيساعدنا كتير وكان ربنا بعته عجيبة عن جد، لأنه عم نقول له كان عم بيزور غابة الأرز، قال أنا بدي هو من أصل لبناني بس مكسيكي، بدي أزرع أرزي. إنه نحن عنا البروجي تبع العرابي، دون كل واحد بيعمل عراب لأرزي بنحط له اسمه وبنعطي شهادة واتسترا، بده يزرع أرزي. قالوا له الشباب بتعبي هالفيش هالورقة هيدي وتدفع $100 وبنعمل لك أرزي. قال نو مش أرزي، 25,000. بقى بلشت القصة هون، زرعنا 25,000 بفترة سنة. نحن ما بنحكي عادة، يعني الناس بتزرع، لا لازم نحكي لأنه بالفعل نحن بحاجة كتير. بقى شوي قال أوكي بدنا 25,000 تانية، شوي حلو. بدنا مي تنسي الأرز شوي، في بركة شوي، عطينا بركة. سكفي أنه فكرنا بمشروع باللجنة من بوصل غابة أرز الرب بغابة أرز تنورين تتكون بكورة إعادة تحريج جبال لبنان مثل ما كانت من 2000 سنة. إن شاء الله حلم يعني عم بيتحقق. هذا الحلم، وهلأ عم بيساعدونا كمان بالنسبة لنكبر المشتل عنا، بنصير نعطي 150-160 ألف شتلة سنوياً. عزيز. نحن منمول عدة مناطق بلبنان بالشتول. الشتول الأصلي لازم لحلقة لحالة نحكي عن هذا الموضوع عن جد. بعدين هلأ بكرة مع مايكل بدنا نكون بداية هالمشروع هيدا إذا الله راد، بزرع 60,000 أرزي على أساس أنه عم بينعمل 60 مايكل عم يعمل 60,000 خطوة بهالمشروع هيدا. بقى ونحن بنشكره جدا ومنتأمل تكون كل الناس مثل ما مايكل بيفكر بهالإصرار هيدا. نحن خلص وقتنا للأسف، بس خلينا نقول أنه شربي البويز ما قدر طلع معنا اليوم، بس عم بيحضر فيلم كمان حتى يفرجي قدي القوة اللي عم تعطيها مايكل. بنفس الوقت رح يكون موضوع رياضي مش موضوع يأس وموضوع عتمفة كمان، هيدا الموضوع لازم نحكي عنه. نرجع خبرنا سريعا هيك سريعا، هو فيلم باتريوتيك موفي، يعني وطني المواطنية، فكرة عن البيئة كلها، بيئة لبنان الخلابة، لأن اختصاص شربي هو هذا المجال يعني، وبيفرج العزيمة وبيفرج الإصرار وبيفرج كل الجمال الموجود بالمهمة اللي عم نعملها، ورح أكيد نعرضه عندكم من أول الناس يعني. مايكل أعطينا بالتحديد وين فيوني لقوا كل الأشخاص اللي حابين يمشوا معك ب 24 شهر رح تكونوا متواجدين. هلأ أنا ب 24 رح أنطلق، بس رح يكون الإكيب صغير لأن بدها كتير تركيز معي، ورح يكون فيه لأن بحالتي كتير صعب المشي. بس اللي بدو يلاقينا ب 27 بقلب تنورين رح يكون فيه مثل آخر المارش محل ما بوصل، رح يكون فيه مارش 3 كيلومترز، لكننا وصلنا للغابة وصار فيه حشود
مع الوصلة والحكي اللي بده يصير والانفيتيشنز يعني. عظيم. 25 26 و27 رح نتابعكم، يعطيكم العافية دايما. مواضيعكم كل وحدة واحدة بتحمل أكيد وقت حتى نحكي أكثر عنهم، لأنه هن المواضيع يلي بتهمنا، بنعرف قدي عم نرجع لورا من ناحية أكيد البيئة ومن ناحية التشجير وغيرها من أمور. مايكل بتعطينا القوة، يمكن نحن بنخسر شغلة كتير صغيرة ومنفكر انه خلصت الدنيا، واقفين على اجرينا بس واقف مش واقفين، عم تعطينا يمكن هيك هالقوة حتى نعرف قيمة كل شيء عنا قد ما كان صغير. يعطيك الف عافية، بتمثل فيك وان شاء الله دايما تكون عم تعطينا هالقوة، بس من مجرد ما نشوف ابتسامتك بنقوى نحن. يعطيكم الف عافية. شكرا للاوتيفي. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير، من بعدها نتلقى اتصالاتكم حتى زينة تكون معكم هي وآلية ويفتحوا لكم تارو. خليكم معنا.